بني إسرائيل. متى تزول دولة بني إسرائيل؟ مخلي أرقام عني، راح أجمع هذه الأرقام ونشوف متى تزول دولة بني إسرائيل حتى الناس هم يعلمون أن نهاية دولتهم ستكون على يد الإمام الحجة القائم عليه. عجل الله فرجه الشريف، فديته بأمي وأبي، هذا العظيم. وبهذه الطريقة الإسرائيليون أو يعلمون منذ بداية النبوة أن نهايتهم ستكون على يد الإمام الحج عليه الصلاة والسلام، وهم يعدون عدتهم ليومنا هذا. ما إحنا بالنسبة إن خلاص الوقت، بالنسبة إن ما محتاجين من واحد يعني ما محتاجين من واحد يعني، وإن شاء الله إن شاء خلنا نكتبها عدل، إن شاء الله أكون أول المقاتلين في الصف الأول، وأنا على دراية من نفسي إلا ما يقتلون الربع إن شاء بإذن الله. الله عرف شلون 1441 اتنوعوا لي، حتى الإسرائيلي يفتهمها والعربي النتن اللي يتعامل وياهم يفتهمها. أقول له إذا أنت كنت مثل ما كتبت متى يموت الملك، اعلموا ان هذه جفر تعلمتها من ساداتي، اعلموا انها دقيقة غير قابلة. يا الهي وسيدي متى تزول دولة بني اسرائيل؟ ما بيها اي شيء، لا بيها تحريف ولا هي. متى تزول دولة بني اسرائيل؟ 1441. شو رأيكم؟ شو رأي اذا الامام يخرج قبل هذه؟ لان تصير حرب قبلها، لان احنا قدامنا ذن السنتين مرعبات. 1441 1441 1441 خوش اكتبوها حتى ابشرهم. خلينا نرجع لوضع اليمن، ومش مفاجئ ابو علي ابدا تقدم.